انضم إلينا من الناصرة قدري أبو واصل، وهو مدير جمعية أصدقاء المعتقل والسجين في الناصرة وعضو لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية. سيد قدري، يعني كنا نتابع قصة الأسير يونس الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ قرابة 3 عقود، لعل وضعه خاص كونه يحمل الجنسية الإسرائيلية والتي فرضت عليه في الواقع. نريد أن نعرف ما حظوظ أن تشملهم أي صفقة لإطلاق الأسرى يمكن أن تعقد مع إسرائيل؟ بداية مساء الخير لك ولجميع المستمعين. بالنسبة لقضية الأخ سامي يونس وقد تجاوز 80 عاما، هي ليست قضيته وحده بل قضية جميع الأسرى الفلسطينيين عام 48 الذين أطلقنا عليهم اسم المنسيون، عمليا مناضلين وأسرار داخل 48 دائما كانوا جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون. وقبل اتفاق أوسلو عمليا كانوا جزءا لا يتجزأ من النضال التحرري والثوري الفلسطيني. ولكن خيبتنا أن بعد مجيء أوسلو واتفاقات أوسلو لم نرى في الأفق أي إفراج عن أي أسير داخل 48، ولكن كانت هناك قواعد فلسطينية جدا واضحة للجميع أنه في عام 79 وعام 81 وعام 83 والتبادل الجليل تبادل النورس الأخير لعام 85 أطلق أسرى من الداخل. هذه القضية حسب رأينا أنه كان تخلي من الطرف الفلسطيني المفاوض في بداية المفاوضات عن أسرى، حيث حسبتهم دولة إسرائيل بأنهم إسرائيليين. ونحن نرى المعاناة التي تحدثت عنها بشكل خاص للأسرى من بلدة عارة وعرعرة، الأخ سامي والأخ كريم والأخ ماهر، هي معاناة جميع الأسرى حيث طيب سيد قدري بصورة قاسية وفاشية داخل السجون الإسرائيلية. طيب. أمام هذا الوضع الذي ذكرته، هل تسمعني قبل قليل إلى واحدة من أفراد أسرة سامي يونس قالت بأننا يعني أكثر من مرة انتظرنا أن يتم إطلاق سراحه عندما تم تبادل الأسرى في قضية أحمد جبريل أو مع حزب الله، أو وتتمنى الآن عن طريق مفاوضات حماس والإسرائيليين. ألا توجد أي وسيلة لتحرير هؤلاء إلا من خلال صفقة؟ عمليا الأمل وبلهفة وبشوق عند جميع أسرانا وأهالي الأسرى في الداخل هي صفقة شليت. وعمليا حيث نحن نتوجه لحركة المقاومة الإسلامية حماس بهذا الصدد بشأن إطلاق سراح أسرانا من الداخل، نقول بشكل واضح أن جميع عمليات التبادل التي تطرقت لها حتى عملية النورس 85 نالت وأفرجت عن سراح أسرى فلسطينيين من داخل 48. وبما أن الحركة الإسلامية حماس هي حركة مقاومة وخيارها المقاومة، فنحن جزء من أي حل ومن أي عملية تبادل. لا يعقل أن تقوم حماس بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الضفة والغربية وغزة دون أن يكون هناك من بينهم أسرى من الداخل الفلسطيني 48 وأسرى من القدس. هذه استراتيجية سياسية لحماس، حيث أننا نعلم جيدا أنه خلال أوسلو، ولم نبني على أوسلو شيئا، لم يطلق سراح أسرى، بل كانت هناك حسن نوايا ولم تكن عملية تبادل. وهذه المرة الأولى من بعد أوسلو الذي يقوم بها جهة فلسطينية بأسر جندي إسرائيلي شريط وعملية التبادل. ونحن كلنا أمل أن هذا الخيار سيكون هو المصلحة الأساسية لحماس. ونقول لهم أننا نناشدهم من هنا من خلال الجزيرة أن يبقوا على مواقفهم حول شمول أسرى الداخل وأسرى القدس في عملية التبادل هذه، لأنه لا مفر لنا ولا نرى طريقا أخرى ولا نرى أن هناك
مقاومة جديدة على صعيد الضفة الغربية أو غيرها لإطلاق سراح أسرى. أشكرك. فهذه فرصتنا نحن داخل 48، ونأمل من الحركة المقاومة الإسلامية حماس سماع صوتنا. نشكرك من الناصرة السيد قدري أبو واصل، مدير جمعية أصدقاء المعتقل والأسير في الناصرة وعضو لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية. أدرك الوقت، شكرا جزيلا لك. كانت هذه بقية قصتنا لهذا اليوم.